المؤتمر شهد مشادة كلامية بين بان كي مون ووليد المعلم بعدما تخطى الأخير المدة المعطاة لكلمته. لم يثر محتوى كلمة وزير الخارجية السورية وليد المعلم الاهتمام بقدر ما فعلت مشادته الكلامية مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. كانت المدة المخصصة لكلمة المعلم 10 دقائق، لكنه استفاض في الكلام لأكثر من نصف ساعة. رن الجرس مرة أولى وفجأة أصبحوا أصدقاء، ومرة ثانية كل ما يجري في سوريا هو صناعة، ثم مرة ثالثة إلى أن قاطعه بان ليطلب منه الاختصار. Can you just wrap up because you have spoken only 20 minutes, longer than 20 minutes. Mr. Secretary, you spoke 25 minutes. No. I came here after 12 hours in the aeroplane. Yeah, I know you have a lot to speak. Few minutes to end my speech. Yeah. Oh no, no, no. Can you just, I will give you another, opportunity. No, no, I can't divide my speech. You live in New York, I live in Syria. I have the right to give the Syrian version. You spoke 25 minutes. From any inflammatory remarks and accusing some member state participating here. So I promise you to be constructive. Let me finish my speech. كما لفت خلال كلمة المعلم أن وزير الإعلام عمران الزعب اقترب منه ولفت نظره إلى أنه لا يزال يضع السماعات المخصصة للترجمة على أذنيه، علما أنه هو من يتكلم. العربية التي تعتز بعروبتها. فرفعها المعلم وأكمل كلمته.